ليو من السبيل اللي جاي الفريجي شوف كيف سجل جاي الفريجي هذا بهارات مشكل كزبرة بودرة فلفل أسود هذا كركم كمون فلفل مطحون بودرة هذا زبدة زيت حليب وكزبرة أخضر هذا الدجاج طيب هذا بهارات هذا كزبرة مسمار حل هذا قرفة طيب هذا فلفل طيب سوي شوف كيف سوي هذا هذا اسمه دجاج الفريجي طيب لازم نسوي جنجبيل خلطة ها بس هذا خلي صغير خلطة هذا هذا جنجبيل
تكون شوف لجاج هنا ركب شوي فوق كيس برا يعني يجي شكل كويس. خلي شوي جنجبيل قطة صغير هذا فلفل ده
طيب طيب شوف بدي الفريجي جاهز صوص خبز يجي 100 100. طيب ان شاء الله مره ثانيه نجي يجي سوري قال ثاني جديد ثاني ولا هندي ولا ايطالي. طيب مع السلامه.